انت بتعمل ايه يا ولا؟ انت خلصت؟ خلصت. خلصت ايه؟ شغل جوه وخلصت وغسلت المواعين؟ خلصت. امال انت مالك قاعد عامل ليه كده؟ سعان. سعان ايه يا منال؟ على عينك تعالى. وبعدين اف انت بقى ريحتك مرممه ليه كده؟ يلا خش تعالى استحمى في الحمام. يلا خش استحمى في الحمام. قرف ريحته معفنه. دخلت يا ولا؟ دخلت. جبت لك لبس اهو. اسمع بقى، اللبس اهو ماشي، وهتقف هنا. هتفتح دي، هتفتح دي، اوعى تيجي يم دي، سمعت؟ يلا افتح اوعى علق الهدوم ورا الباب، وانا هقف لك بره. عارف لو فتحت الميه السخنه هموتك. هفتح الباب، لو لقيت بخار في الحمام هموتك واطردك في الشارع. يا طنط انا مش بعرف استحمى. لا الميه الساقعه حلوه، انا بستحمى بميه ساقعه. الميه الساقعه حلوه. اسمع الكلام، يلا استحمى. مش بعرف استحمى بميه ساقعه. حلوه، يلا استحمى. انا مش عارف استحمى بميه ساقعه. ايه؟ انا واقفه لك قدام الباب اهو. الميه ساقعه. حلوه. حلوه الجو حلو مش ساقعه. ما اخش اشوف الواد ده خلص ولا لسه هينام لي جوه. واد يا محمود. خلصت يا ولا؟ خلصت. يلا اطلع. ايوه كده شاطر. حرام عليك، انا حاسس ان انا هموت من الميه الساقعه. يلا يا ولا اطلع. حرام عليك. يلا يا ولد، يلا قوم استحميت وبقيت حلو ونضيف اهو. سقعان ايه يا محمود؟ ما انت استحميت بميه سخنه وانت استحميت بميه ساقعه. قوم عشان نشوف اللي ورانا. اقعد كده على ما اقول لك حاجه. طب بس اقعد كده. يا نهار ابيض على السقف، ده السقف بدا يشرخ عشان النطر. ده مش نافع الكلام ده. وبعدين اقول لك يا دي يا محمود، اصبر عليا. يا حود قوم على السطح فوق. على السطح فوق هتمسك المساحه دي، الميه اللي على السقف كلها نزلها في ال يا واد يا محمود. محمود الواد ده ما بيردش ليه ولا ما سيبها؟ لا يكون السطح مش متصور، لا يكون واقع. ما اشوف اخوه. يا واد يا احمد، يا احمد الواد قاعد ولا وعلى اللعب وما بيقومش خالص. تعالى يا ولا شوف اخوك كده. ما الواد محمود كان بينظف السطح وعمال انادى عليه مش بيرد عليا. لا يكون وقع ولا حصل له حاجه. يا رب. اطلع كده بالراحه على مهلك يا ولا. بالراحه يا ولا. يا واد محمود عامل ليه كده؟
ولا الحياة ماما الواد سخن مولع. هو الواد ده كان فين يا ولا؟ كان فوق نايم. نايم؟ لقيته نايم فوق. نايم؟ بس هو شكله تعبان. اه بصي. وريني كده. يا نهار ابيض ده صحيح يا ولا هات البطانية غطيها ولا البطانية الصفرا دي. انت جرالك ايه يا منيل على عينك انت؟ ايه اللي جرالك؟ اول انا اقصاك؟ ايه اللي جرى؟ انا مش عارفة الواد دي ما بيسلكش في الشغل ابدا. تعالى يا ابني اطلب له دكتور قبل ما ابوك يجي يقول عملته فيه ايه؟ وانا منيماه طول النهار. الو ايوه دكتور النبي بقول لك اخويا تعبان والله سخنه اول مش عارف. طيب يا دكتور مستنيك. زمان الدكتور جه. تعالى يا دكتور اتفضل. وعليكم السلام. تعالى الواد ده كان تعبان ومعرفش فيه ايه. لا ده سخنه اهو خد يروح المستشفى. يروح المستشفى ليه؟ تعبان اهو سخن عند امه. ولا تعبان ولا حاجه ما هو زي الجنه اهو. ولا تعبان ده هو بس تلاقيه سقعان شويه. هو كان عنده ايه؟ هو ممكن يكون عشان خد حمام وطلع على السطح بره او عمل حاجه. هو زي الجن دلوقتي. لا بس المفروض يروح المستشفى عشان سخن شويه. طب دي يا واحد يا محمد تعالى اكتب رشته للدواء عشان ياخده. ماشي. اها شويه بتاع ده دواء سخونيه يعني هو وراه ايه؟ ولا في حاجه ده هو كده. خدي جيبي العلاج ده. خلاص ماشي. اديهوله امتى ده بقى؟ الصبح وبالليل؟ ايوه الصبح وبالليل. هي الروشته حتى فرانه مش عايزه تتقطع. اهم حاجه هي ما يتحركش من على الفرشه ويلتزم بالعلاج ده لمده اسبوع. اسبوع بحاله؟ اه اسبوع. خلاص ماشي ماشي متشكرين يا دكتور. شكرا. مع السلامه. متشكرين. قال لمده اسبوع قال. اسبوع ايه هو يعني هيعمل العلاج؟ اوعى إيه هيقوم زي الجن دلوقتي. ده انا هبلعها له الروشته دي. انا اجيب له علاج ايه ناقصه اهي. انت يا ولا محمود محمود قوم يلا قوم قوم خلاص انت هتستموت لي فيها. يلا قوم قوم كده يلا انت شاطر اهو. انا اديتك الدواء وجبت لك الدكتور لغايه هنا يعني مش ليك حجه تاني. والحمد لله السخونيه خفت اهي صح مش انت رقت؟ الحمد لله بقى رقت. هو انت عملت ايه يعني غير طلعت فوق مشيت لي شويه المطر مش بدل ما السقف يقع علينا؟ محمود قوم شوف اللي وراك. هو كده كده ابوك زمانه جاي انت كده كده هتنام ماشي. وايه ولا صح صح يا ولا الواد مستموت ليه كده ينيلك روح نام يلا بلا هم. وانا ناقصه خد ما ابوك يجي بقى نبقى نقول له اي حاجه ان شاء الله حتى اقول له اتزحلقت بره ولا حاجه. حاضر بهدي مين؟ محمد اللي جابه دلوقتي. اهلا يا اخويا اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. ده محمود مال؟ مفيش ده كان خد حمام وطلع البراكون. ايه ده الواد سخن مولع فيه ايه؟ لا يا اخويا مفيش حاجه سخنه. ايه ده احنا كلنا بنسخن ومفيش اي حاجه. فين اللي سخن ده؟ هو في ايه سخن من ايه؟ مفيش سخن ولا حاجه. ده هو خد حمام وقلت له ما تطلعش بره يا محمود يقول لي لا هطلع اجيب الشراب بتاعي ومصمم يجيب الشراب بتاعه. لا انا هرضى اوديه لدكتور.
انا جبت له دكتور يا اخويا. جبت له دكتور وقال ايه؟ قال لي هو بس كده ايه حبه سخونيه وهيقوم زي الحصان دلوقتي ما فيهوش اي حاجه. طيب جبت له علاج؟ هنجيب جبت له علاج واديت له. جبت له ده الروشتة وجبت له العلاج واديت له وقلت له نام لك شويه وهو ما فيهوش حاجه تطمن. انت جيت من الاجازه بتاعتك كام يوم؟ 3 ايام. كتير قوي. عشان اشوف ابني فيه ايه؟ ما هو حلو اهو الولد. لا الواد تعبان ما ينفعش كده. يا نهار ابيض يا ابني. ولا بتقول لي جبت دكتور وخد علاج علاج؟ لا الواحد ما يامنش لمراته ابدا على ابنه، استحاله هتعرف تكون حنينه عليه ابدا، مش ممكن. اكيد في حاجه غلط انا مش فاهمها، والواد ما بيقوليش على حاجه. الظاهر عامله له كارت رعب مخوفاه.